من قاعة المؤتمرات. معنا كريستين رياض، أهلا بك كريستين. قاعة المؤتمرات الحدث الأكبر بالتأكيد، ما هي الاستعدادات؟ تفضل. صحيح نهى، ليس فقط 3000 شاب وشابة من جميع أنحاء العالم ينتظرون انطلاق منتدى شباب العالم من داخل قاعة المؤتمرات والقاعة الرئيسية التي أقف أمامها الآن، ولكن 52 من الوفود الرسمية المشاركة من دول مختلفة تنتظر أيضا حفل الافتتاح مساء اليوم في تمام الساعة 6 مساء. هذا بالإضافة إلى عدد كبير جدا من يعني الشخصيات العامة التي ستشارك اليوم مساء في حفل الافتتاح، وطبعا 2000 من الشباب المشارك سيكون في القبة، قبة الدوم في خليج نبق. أما عن البعض الآخر سوف يكون هنا ليتابع حفل الافتتاح طبعا برئاسة وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي. مجموعة كبيرة جدا من الشخصيات العامة ستكون حاضرة اليوم في حفل الافتتاح، أبرزها مهندس هاني عازر، وطبيعة بطبيعة الحال أيضا هيلين هانت التي أعلنت إدارة المنتدى انضمامها وأيضا مشاركتها بكلمة خلال حفل الافتتاح. هيلين هانت الممثلة الأمريكية الحاصلة على جائزة الأوسكار. أيضا هناك يعني العديد من الشخصيات المعروفة حول العالم، وطبعا الوفود الرسمية ورؤساء والأمراء من جميع أنحاء العالم، ولكن دعيني أبرز عدد من الشخصيات العامة. الفنان أحمد حلمي من المتوقع أن يكون متواجد أيضا في حفل الافتتاح أو في خلال فعاليات المنتدى. أيضا الدكتور زاهي حواس سيعطي كلمة أمام العالم عن الحضارة المصرية خلال منتدى شباب العالم بشرم الشيخ. هناك أيضا إيمانويل جوزي والذي يعني تواجد في أرض شرم الشيخ منذ تقريبا 24 ساعة ومتواجد ومتابع لحفل الانطلاق، حفل منتدى شباب العالم الافتتاح مساء اليوم، وسوف يكون حاضرا بطبيعة الحال. هناك العديد والعديد من الشخصيات العامة ينتظرون انطلاق هذا المنتدى الذي تسلط عليه الأضواء بشكل كبير جدا، ليس فقط من الوطن العربي ولكن من العالم أجمع. هناك شخصيات من جميع القارات وجميع دول العالم مشاركة، تقريبا هناك 113 جنسية، هذا رقم ليس بقليل، يشارك في المنتدى بجميع جلساته 46 جلسة تقريبا، تحاور وتناقش عدد كبير جدا من الاهتمامات الشبابية حول العالم. إذا مدينة شرم الشيخ وهي يسلط عليها الأضواء خلال الأيام القليلة المقبلة، وهي تعرض وتضع على بساط البحث أهم محاور النقاش للشباب وأهم القضايا داخل منتدى شباب. أرى بخلفك يعني أعضاء من يتولون مسألة التنظيم منتدى شباب العالم، وأعتقد أن مهمة التنظيم ليست بيسيرة على أي حال من الأحوال في منتدى يتحدث عن شخصيات وبحضور وفود من دول العالم، رؤساء من دول العالم، يعني أعتقد المسؤولية كبيرة، وأعتقد أيضا في نفس الوقت الثقة كبيرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لإعطاء ثقة كاملة للشباب في تنظيم مثل هذا المنتدى العالمي والاهتمام بكل تفاصيله من أوله وحتى نهايته. حدثيني أكثر عن التنظيم، كيف هو، كيف يعملون في تناغم كما نرى بخلفك، ونرى أيضا من أول ما تمت الإشارة والإعلان عن مثل هذا المنتدى كل التحضيرات والتجهيزات والأفكار المبدعة في الحقيقة بتكون حاضرة في مثل هذه المنتديات. مرة أخرى أشير كلها شبابية، تفضلي.
صحيح صحيح نهى، هذا صحيح. منذ أن تواجدنا في مدينة شرم الشيخ وتوافد شباب المشاركين في تنظيم منتدى شباب العالم، في الحقيقة كما قلت وذكرت الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني أعطى كل الثقة للشباب والشباب فقط في تنظيم كل ما يتعلق بمنتدى شباب العالم، سواء كان استقبال الوفود في مطار شرم الشيخ وتسكينهم وأيضا ترتيبات اللوجستية الخاصة بنقلهم إلى الفنادق والمنتجعات السياحية في مدينة شرم الشيخ التي تستقبلهم خلال فترة المنتدى إلى هذا المكان، مكان قاعة المؤتمرات. مجهود واضح وكبير جدا من حوالي 1000 من شباب وشابات المتطوعين تماما لتنظيم هذا المنتدى. هناك مجهود واضح بكل ما تحمله الكلمة، كبير جدا من كل فندق في مدينة شرم الشيخ يتواجد الشباب بمكتب للعلاقات العامة لمساعدة كل الضيوف، سواء كان ضيوف من خارج مصر أو ضيوف مشاركين من الشباب المصريين والجامعات. البرنامج الرئاسي بطبيعة الحال يتواجد وبقوة للشباب المشاركين في البرنامج الرئاسي، ينظمون وأيضا يتواجدون للإجابة على كل استفسارات كل من يتواجد في مدينة شرم الشيخ عن المنتدى. أيضا هناك بعض يعني المعلومات التي تعطى عن طريق الأوراق والبروشورات وأيضا يعني المعلومات التي توزع على كل المتواجدين في شرم الشيخ لمزيد من المعلومات. هذا بالإضافة أيضا إلى أن المحافظة نظمت 5 من الشاشات الضخمة والكبيرة في 5 مناطق مختلفة على يعني مدار أو على مفترق المناطق الرئيسية في مدينة شرم الشيخ، من ضمنها طبعا السوق القديم خليج نعمة، منطقة سوهو سكوير، وأمام قاعة المؤتمرات هناك شاشات ضخمة لكي يتابع كل من يتواجد هنا سواء كان سياح. نعم.